السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل تشرفت اليوم بمناقشة مشروعي الأكاديمي لدى جامعة لوفن، ومشروع اشتغلت عليه طوال 3 سنوات، وبالتحديد حول موضوع المرجعيات الكتابية في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، لاسيما من طرف المستعربين غير المسلمين المعاصرين الذين ترجموا القرآن الكريم. فاشتغلت على هذا الموضوع في إطار بحثي أكاديمي، ونلت اليوم دكتورة في الدراسات العربية والإسلامولوجية. في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع فريد من نوعه، لأن يعتبر الأول من نوعه في هذا الصدد، حيث حاولت أن أقارب تأثير الكتاب المقدس بشقيه العهد القديم والعهد الجديد على هؤلاء المترجمين الهولنديين. فدرست حوالي 50 مفهوم مشترك بين الديانات الإبراهيمية والكتب السماوية الموحاة. هي في الحقيقة هذه المصطلحات هي أساسية في إرساء التفاهم المتبادل والمضي قدما بالحوار إلى الأمام. كذلك حاولت في دراسة هذه أن أصحح الكثير من، لا أقول المغالطات، وإنما من الأخطاء المتعلقة بطبيعة استراتيجيات الترجمة، لأن هناك استراتيجيات وكل مترجم إلا ويحاول ما أمكن أن يطبق استراتيجية معينة، لكن فيما يتعلق بهؤلاء المترجمين أنهم ليسوا في الأصل مترجمين محترفين، وإنما مترجمين لنقل متطوعين أو بالفطرة، لأنهم هم في الأصل مستعربون ولنقل تيولوجيون أو مهتمون علماء في المجال الديني. لذلك فأثناء الترجمة فوقعت بعض الأمور التي ينبغي أن تصحح أو تشذب، لسيما من منظور علم الترجمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصطلحات والمفاهيم المشتركة هي أساسية كذلك هنا على مستوى على مختلف المستويات، كالتعليم، كالإعلام، كالسياسة، كذلك في الشارع، لأننا نحن نتقاسم ونتجاذب هذه المصطلحات والمفاهيم المشتركة. فربما هذا البحث سوف يسهم في المستقبل من تقريب فهمنا لها، ومن كذلك إرساء نوع من التعاون والتحاور الذي نخدم به هذا المجتمع المتعدد الثقافات الذي هو في آخر المطاف مجتمعنا.